يس عندك هذا ثاني بلاي قهوة شوف هذا بلاي يا بلاي كلمة غلبان من خمس ملايين وروح الحاج ها زرخة ها زرخة وعدنا الخروف ب 29 100 يا ملاي أنا أمير مرحبا بكم كامل الناس كنت عيد سنة بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا مازلنا معاكم انتري نيوز انتري نيوز مازالت تنقل لكم اسعار الاضاحي بالجنوب وخاصه بولايه المغير. اليوم رانا في بلديه المغير بالسوق الاسبوعي سابقا في محل بنقليه للاضاحي. يعني المنافسه تشتد ما بين باعه الاضاحي والعيد قد قرب. يعني اليوم نشوفوا الاسعار عند الاخ بنقليه قد ايه هذيك؟ هذه تاع 29 100 هذه تاع 29 ثاني خروفة تاع حليب هات لك تشوف هذه تاع 4 ملايين و 200 هذه 4 ملايين و 200 بالسوق قداه؟ هذه تصير 5 ملايين هذوك ايه ودروك هذه 4 ملايين و 200 كيف هذه 4 ملايين و 200 ايه هذه 4 ملايين و 400 ايه المساعده تاعها 4 ملايين و 400 هذه دير 5 ملايين في السوق هذه سما هنا السومة تاعها من اقل سومة 29 100 حتى 4 ملايين و 400 اوكي 2 ملايين و 900 حتى 4 ملايين و 400 وكاين المساعدة كاين المساعدة هذه قد هذه؟ هذه تباعت ب 34 100 هاي وراها ايه واللي حداها من هي؟ هذيك ب 4 ملايين و 200 ايه هذيك ب 4 ملايين و 200 هذه كيف هذه 4 ملايين و 200 هذه 4 ملايين و 300 هذه المقران 4 ملايين و 300 ايه الله يبارك والسلعة تسمى هذه اللي كاينة ولا ممدودة؟ هذه راهي جات البارح في الليل ها؟ هذه السلعة راهي جات البارح في الليل ومازال يوميا راهي تدخلنا سلعة جديدة بإذن الله من عندنا تقريبا نحن ديما نخدموا شهر قبل العيد شهر قبل العيد دونك حاليا عندنا اسبوع من اللي بدينا في الاضاحي وكم المجموعه يعني راك وصلت لها هذه المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ المجموعه الرابعه هذه المجموعه الرابعه هذه المجموعه الرابعه في ظرف اسبوع سما المجموعه الاولى والثانيه والثالثه كلها تباعت باذن الله تباعت هذه المجموعه الرابعه اللي هي تاع البارح في الليل الاسعار هنا راهي ابتداء من 29 100 واش الاقبال؟ اقبال راهو الحمد لله كاين داخل الولاية فقط ولا؟ لا من حاليا من داخل الولاية فقط بإذن الله راح نتوسعوا لخارج الولاية كي يكون التواصل ويكون الإشهار راح تكون خارج الولاية نحاولوا نوفروا داخل الولاية وبإذن الله في الأيام القادمة راح تكون كما نقولوا حتى الولايات المجاورة بلدية مجاورة مثل الجامعة الأقارب هذا من البلديات القريبة راح نوفروا لهم الأضاحي بأسعار تنافسية بإذن الله والولايات الأخرى؟ الولايات الأخرى ثاني بإذن الله راح نوفروا لهم بالتنسيق بالتنسيق راح تكون تنسيق بين جمعيات راح نديروا نقاط بيع في الولايات القريبه ان شاء الله باش ما يوقعش خلط ولا قلقه ما بين المواطنين يقول لك انا جيت من بعيد وما لقيتش عندك صح. ويبدا يقول في كلام اخر انت واش تقول في حاجه كيما نقول لهم يحاولوا يتصلوا بنا قبل ما يجيو باش نقول لهم السلع اللي كاينه واللي متوفره وماذا بينا يعيطوا ولا يجيو نهار اللي تكون السلعه دخلت جديده مثل في الليل والله يوصوكم باش توجدوا لهم باش ما يتعبوش احنا نخلو لهم السلعه تاعهم تاع الولايات المجاوره نخلو لهم باش ما يتعبوش في باش ما يتعبوش يجوا يشوفوا هنا يخيروا بعقلهم الاضحيه اللي تعجبهم ويدوها باذن الله ويكونوا راضيين مرحبا بهم حتى الولايات الاخرى ثاني مرحبا بهم يجوا حاجه ما تخصهم يخيروا الاضحيه اللي تعجبهم اسعار تنافسيه هذه اللي نقولوها لهم الاسعار باذن الله راح كاينه حاليا من 29 100 ورانا رايحين نحاولوا نزيدوا نخففوا فيهم حاليا في السواق الشيء اللي قدرنا له انه 29 100 والسومه تاع 29 100 اللي عندك هل هي كيفها تاع 29 100 في السوق ولا 29 100 راهي دير 36 100 في السوق تاع 29 100 هنا دير 36 100 3 ملايين و600 في السوق الفارق قداه؟ فارق حتى ل 700 الف ندير النظره النظره قداه؟ 5 ملايين ونص هذا بعناه 5 ملايين هاتوا هاتوا الهون هاتوا من هاتوا من هاتوا اصلا لي هذا ساعدوا برك باش يجوز الضحية عود يتكسر لك كل حاجة. لا شوف ترى الحاج.
هذا بقد نبيعه هذا؟ هذا بعناه بخمس ملايين ونص. ها؟ هذا بخمس ملايين ونص. هذا بعته خمس ملايين ونص. خمس ملايين ونص ويخليه مولاه لهنا حتى ليلة العيد باش يجهز. ماكل شارب عندنا. شوف ما شاء الله. سما هذا يبقى شارب ماكل عدكم حتى الليل. ليلة العيد ونزيد نوصله له. خمسة ونص. خمس ملايين و500. شوف ربي يبارك. اطلقوا روح اصحاب واطلقوا روح اصحاب واطلقوا واطلقوا. شوف سلم. وهذا اخويا واش عطاوه؟ هذا ب 5 ملايين ب 48 100 نبيعوه، كي يعود انسان طيب وزين نبيعوا له ب 48 100. المهم يروع يفرح الاولاد. هذا قد السومه نتاعه؟ هذا 5 ملايين. 5 ملايين ب 48 100 نبيعوه. سما سما 4 ملايين و 800 تبيعوا. نبيعوا ونلقى واحد ثاني انسان طيب نزيد نهبط له على السومه هذه. هاي شوف طلع الحاج. برد 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 هذا بربع ملايين. هذا بربع ملايين و800 عندنا. ها والله هذا بعناه ب 5 ملايين و500 الحاج. شوف ترى هذا 5 ملايين و500 باع. عندنا الخيار هنا ب 6 ملايين و300. خير اللي عجبك وحده في عينك ب 6 ملايين. شوف الفرق خروف تحليل. هز هز سمير هز. واش وهذا واش عطاه منا اخويا؟ هذا ب 6 ملايين و300. الخيار ب 6 ملايين و300. هذا ب 6 ملايين هذا؟ ايه. ها هذا ثاني. شوف هذا. ها هذا تاع المدرسة اللي فوزت. ها هذا واش رايك؟ هذا ثاني تاع الخيار. هذا ب 6 ملايين. ما فيهاش مساعدة منه ولا؟ فيها خير برك نساعدوه، خير اللي عجبك. ها هو. ايه هذا ربي. والكريدي ما كانش ولا؟ يكون على ما يكون. يكون. الكريدي كاينة. ها راه شوف هذا سمير شوف هذا. ها. ربي يبارك. قدم قدم سلعة ما شاء الله. ما شاء الله هكا. هذا بداه؟ هذا ب 6 ملايين و200. ايه يا هذا هو هذا ندينا لولاد شي. يا الله يبيع لي ولاد شي. اه ب 50 هذا شوف. قد ايه هذاك الرئيس؟ هذا ب 6 ملايين و200. شاد من كراعه. هاو ثني هذا، هذا ثني. خلي الحاج ايوا. شو واش رايك في الحاج هذا؟ ها ودي الله يبارك. هذا اللي يروح ب 6 ملايين و200 الحاج. لا الله يبارك. هذا نزيد تساعدنا نقول. لا نساعدكم. عول هذا باك ساعدك. شوف لا لا خير. عول قالك شوف لي الخروف الهاز. لا لا قلت له هو مليح خير. هاي. انا ما عرفش يقلب قلب لي الهاز. انا نعرف غير نشوف لهم بعد. يمساعدني مساعد. بس عجبك هذا. بس خليه من العيد. خليه انا حتى العيد باش تهز. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم اليوم عندنا في محل بنقلية لأضاحي العيد بحي السوق بجانب المسمكة. اليوم رانا وفرنا لكم أضاحي عيد بأسعار تقدر تقول في المتناول وأسعار تنافسية. رانا نحاول أن نخفضوا على السوق من 500 ألف حتى المليون بإذن الله. هنا المهم الهدف تاعنا أن الزوال يعيد هذا العام بربي ان شاء الله. الزوال يعيد هذا العام. الاسعار عندنا راهي في الخروف اذكر من 48 100 حتى 6 ملايين و300 الخيار، وفي الخروفه عندنا من 29 100 حتى 4 ملايين و200 الحاجه الخيار. هذه في الخروفه عندنا من 29 100 حتى 4 ملايين و300، 4 ملايين و200 نبيعوها. وفي الذكر عندنا من 5 ملايين و200 حتى 6 ملايين و300 الزيد. وكاين المساعده. كاين المساعده وكاين التوصيل وكاين انه الخروفه تقعد هنايا تاكل عندنا وتشرب حتى ليله العيد يهزها السيد ونوصلوها له اذا ما عندوش حتى الباب دارو. المهم يخرج نادنا راضي للزبون ويعيد ويفرح الاولاد. عطينا عنوان بغيت نهز التاكس. العنوان رانا في السوق بجانب المسمكه للهاتف 07 80 13 87 25. مرحبا بالناس الكل. المكان قلنا في حي السوق بجانب المسمكه بلديه المغير ولايه المغير. مرحبا بكم الناس كامل. باذن الله الاسعار راح تكون تنافسيه. زورونا ان شاء الله رايحين كامل تروحوا بها ضاحي العيد، لانه عندنا الخروفه ابتداء من 29 100 لانه السعر هذا 29 100 وفرناه ورانا بالذراع باش لقيناه السعر تاع 29 100 وفرناه من اجل الزوالي. المهم يروح ويعيد ويفرح الاولاد. الخروف الذكر راه من 5 ملايين و200 حتى
من 48 ل 100، من 4 مليون و 800. هل الكميه محدوده ام ممدوده؟ كاينه متوفره تقريبا يوم بيوم، راهي تجي فايزه يوم بيوم. كاين مره نجيبوا الخروف، مره نجيبوا الانثى، وهي متواصله العمليه حتى ليله العيد. الهاتف مفتوح، عيط في 0 87 13 87 25. باذن الله راح تلقاونا في الخدمه باذن الله. ماذا بهم الناس خوتنا اللي جايين من ولايات منا ومنا وبلديات يتصلوا بنا، نوفروا لهم السلع مناسبه وقدر المجهود نتاعهم وبالسعر التنافسي باذن الله. راح يلقاو السعر هذا نقص على السوق ب 500 ألف، هذا اضعف شيء، وقادر يلقى حتى نقص بمليون باذن الله. بالنسبه لخوتنا البعيديه تاع الولايات المجاوره، ماذا بيك كي تعود جاي عيطنا نقول لك السلعه كاين السعر اللي راك تحكي عليه متوفر. اذا عاد متوفر والسلعه المليحه راح نخلوها لك حتى نجي وتشوفها، كي تعجبك ديها، ما عجبتكش قول لنا ندبروا لك ثاني سلعه مناسبه واسعار متنافسيه باذن الله. يتصلوا بنا، اتصل بربي ان شاء الله راح تلقاونا، لانه تليفون في الخدمه 24 ساعه. كاين التقسيط باذن الله، رانا في تحاورات مع الزميل معنا اللي هو معايا باش يوفر لهم التقسيط باذن الله. والتقسيط كما نقولوا التقسيط المريح، قادر حتى 300 ألف للشهر يدي خروف وما يدفع حتى حاجه، يجيب 300 ألف ياس الخروف اللي عجبه باذن الله. هذه اللي رانا نجريو عليها احنا. ماذا بينا هذا العام الناس كامل تعيد، وبالاخص ولايه المغير الناس كامل ان شاء الله تعيد. الخروفه راه كاينه تاع 29 100، للخروف راه كاين ب 48 100، حتى ل 46 100، وروح حتى 600 و300، حتى 4 ملايين و800، راه في الاسواق وفي المحلات المجاوره راه يدير 5 ملايين و800، رانا منقصين فيه مليون. هذا الخروف تاع 5 ملايين و800، رانا منقصين فيه مليون. شنو هو السومه نتاعو؟ 5 ملايين و800، وانتم بايعين ب 4 ملايين و800. وفي هذاني مساعده؟ بلا باذن الله، كي نلقاو انسان طيب وسمعنا نحسبوا له بسومه اخلاف، التوصيل راه مجاني. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على التوفير نتاع السلعة، وسلعة طيبة وزينة وعلف طبيعي ماهوش نتاع الدجاج، وبارك الله فيكم على المساعدة اللي راكم تساعدوا بها في الناس. السلعة تاعو شنو ولاية؟ ولاية الأغواط بعين ماضي، بالضبط عين ماضي. الله يبارك. السلعة تاع عين الأغواط. يا ودي سلعة عربية، السلعة نتاع شب ونتاع شجر ونتاع نفلة رعاوي. نعم. وعلف يعني نتاع شعير ونتاع نخولة طبيعية. وبارك الله فيكم على المساعده وعلى الاسعار حاجوجتك. لا لا الاسعار يا ودي مليح. الخيار بقدا لقيتونا الحاجه الخيار. الحاجه الخيار دير 7 ملايين. 6 ملايين. ها. 7 ملايين في الصوم. ايوه. وهنا راهي ب 6 وحاجه. 6 ملايين و300. 6 ملايين و300. وزيد قلت ثاني بالمساعده نتاع الناس، يعني ساعدتهم ربي يساعدكم وبارك الله فيكم. والتقسيط ثاني بارك الله فيكم ما خدمهاش حتى واحد هنا. نعم. خدمتوها انتم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. خويا دخلنا للسوق وشفنا السوق، السلعة هذه راهي مليحة. مليحة. شفنا الخرفان هذه اللي قال ب 29 100 لهنا، لقينا اللي ب 39 لحد 4 ملايين. أنا بعد موش واحد أخر. أنا سمتها وقالوا لي بالسوم هذا. وهنا راهي ب 29. قد الفرق الهاز؟ ها؟ فرق قد الفرق؟ قريب مليون. اها. اي صح. هنا شفته ماهوش واحد اخر. هنا شفته في السوق. السعر تاع السوق وهذه ما شفت فيه. سمعنا عند بنجليه سعر تنافسي. ايوه. واش تقول فيه؟ سعر مليح اللهم بارك. امانه امانه لله. اللهم لك الحمد يا ولد. حتى اللي ما عندوش وضحى كما كانوا يقول اللي ما عندوش وضحى. ربي ان شاء الله الناس كامل تخرج بالعياده اسنا. ربي ان شاء الله. على هذا الهدف تاعنا ان الناس اللي يشري يخليه هنا ليله العيد ماكل شارب ما عندوش باش يوصل وصول. بالنسبه لجماعه الباطيمات والناس اللي ما عندهم الضيق راه يخليه هنا ماكل شارب ليله العيد يجي يهزو، ما عندوش فايز وحنا نوصلوا له للدار. اللهم لك الحمد. قلت لك راهي سلعه واش رايك؟ ما عندي ما نقول سلعه اللهم بارك. سمى الفقير يضحي ان شاء الله. يضحي ان شاء الله بربي ان شاء الله يضحي. وشنو قلت لك الفقير اللي ما عندوش يضحي. يضحي. وكي عاد فيها اللي واحد يضحي. وفيها الفار فاسيليتي مليح. اللهم ما بقاش هذه الهضره قصت كلش. هذا شوط راهي. الله يبارك. سلعه ما شاء الله خروف صغير تاع الصرحه يصرح في زيت الغوار ياكل لا العشب هذا. ما شاء الله وعدنا راه ياكل لا في الشعير. ونخالة هذا 6 و300. هذا 6 و300. ها ورا خويا اسعار تنافسيه باذن الله. ماذا بينا الناس كل تعيد هذا العام. حنا راه عندنا ديفيرونس تاع 500 ألف حتى المليون. حنا الخروف راهي عندنا هنا ب 29 100 اللي راه يدير في السوق 35 100، حنا رانا نبيعو فيها ب 29. هذا راه يدير في السوق 7 ملايين رانا نبيعو فيه ب 63.
وها الحاج ذا سبحان الله خير عجبك هذا الحاج اودي خير ربي الله يبارك شوف ربي يبارك حتى الوزن يا خويا هذا واش عطاوه يا خويا خويا باعينه ب 6200 هذا 6200 خروف صغير تاع حليب ايوه كان يسرح في زيت الغوار تاع صالح ماكل طبيعي موش تاع فينيسيون اللحم ما شاء الله خويا المساعدة المساعدة وخلاص لا لا حاج ربي يبارك الحاج غادي المساعدة إذا دا نساعدكم خروف صغير ما شاء الله ثاني المهم ايوه حتى الثاني مازال ما سرتش مازال مازال ما كسرش ها واحد اخر ها واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله احنا رانا تجار والتاجر اللي يقول لك معاه محسوب راني مانيش مفيد ولا راه يكذب عليك وشني الفايده راح تكون القناعه على حساب القناعه كاين تاجر قنوع تاجر مش قنوع احنا الحمد لله القناعه عندنا احنا ماذا بينا الهدف تاعنا انه الزوال يعيط وزيد راح نقول لكم الاسعار كما قلت لكم راها من 29100 في الخروفه باذن الله الناس كامله تعيد ورانا نحاول نوفروا اسعار اقل واش نقول لكم اضحى مبارك تعيدوا بالصحه ولهنا ان شاء الله نشكر قناه انتر نيوز على